وسهلا. لا شرفت ونورت. صباح النور. كيفك؟ صباح الخير. تفضل. كيف حالك؟ نور. الله يسلمك. تفضل. ايش حالكم؟ بخير. راشد ازيك؟ عامل ايه؟ صباح الخير. طيب الحمد لله. تفضل. قاعدين عمالين نتكلم عن الاغاني اللي بنشغلها في السيارات، فامجد طلع بيسمع شلات احيانا في السياره وبيحب الشعر، فانت بقى احكي لنا انت بتسمع ايه في سيارتك، ولا مش محتاج تسمع انت اللي بتغني دايركت؟ لا بسمع الحمد لله رب العالمين، وبنفس الوقت يعني انا وامشي بعد اغني واسوي اشياء. بس احنا كنا حابين نعرف البدايه راشد، ايه الفرق ما بين الاغنيه العاديه والشلة؟ والله الاغنيه يعني تقريبا بتكون فيها ايقاع، فيها توزيع، فيها تسجيل، فبس الشلة لا يعني حتى ما تحتاج تسجيل، يعني انت في اي مكان تسوي شلة. تفرق في اللحن مثلا؟ تفرق في استخدام المزيكا؟ تفرق في اللحن، يكون يعني الشلة تراثي لحن. بس الأغنية يعني اي لحن يكون على ايقاع يمشي. جميل. طيب كيف شاعر الشلة؟ في شاعر لكن لا يمتلك موهبة أداء الشلة، وفي شاعر يمتلك أداء موهبة الشلة. الشلة يحتاج لها معايير كثير، منها الصوت والنفس. أفضل بحسها. صح. ومش شغلة سهلة. الشاعر اللي بيكتب هو النفس يكون وايد يبالها يعني الشلة. طيب أعطينك مثلا نفس، شو بعد كمان غير قصص بيعوز الشخص ده يكون؟ أهم شيء إنه يتقن الشلة، يؤدي صح، صوته يعني طيب. طيب احنا بقى نكرر، فسمعنا واحنا نقول بتأدي صح، صوتك طيب. سمعنا حاجه. شو اسمعكم، الشله ولا الاغنيه؟ على ذوقك اللي انت تحبه. شله. يلا ان شاء الله. شوقي وغرامي يا عرب تعبني، وشليت حملا وما تشل الجماعه، فرقت خلي والهموم طرحني، والموت قام يزورني كل ساعة، خلي رماني واحسب عاشقني، وكم قلت له في الود سمعا وطاعة، وانا من همومي اصيح واغني، والكون كانه ضاق عقب اتساع، يا من خذيت القلب خيبت ظني، وبعت المحبة مثل بيع البضاعة، عذلت قلبي وازمي صد عني، عن حب غيرك مستوي له مناعة، هل الدموع العين بالغصب عني، علي نوال فراق واعلن وداع، ساعة رماني والليالي رمني، ماتت ورود الود عقب الزراع. سلام. الله الله الله. جميل. في يكون في شخص براسك او في حالة معينة وقت بتكون عم تكتب ال؟ والله ما في اي شيء، يعني بروحك جالس على البحر، عندك تفكير، عندك هموم، لازم تكتب على شيء. اهم حاجة يكون عندك هموم تطلعها بالشلة. ايوه تفرغها بالشلة. لازم تفرغها. طب اللحن كيف تضبطوه؟ يعني بعتقد انه هو نفسه يمكن. لا لا ما مش نفسه ايهاب، بعتقد انه في بما انه بيدرس الحاله شاعر الشله ايضا بيدرس اللحن. والله بعض الاحيان حتى انت تكون ما عندك قصيده، يكون شاعر ثاني عنده قصيده وانت تدخل مزاجك تلقيها انت. ايوه تلقيها انت. الحين نفس الشيء في العيد اديت اغنيه، فما كانت القصيده حقي، يعني كانت القصيده حق شاعر اسمه محمد سيف المزروعي، فأديتها سبحان الله، يعني القصيدة دخلت مزاجي فأديت لها لحن وسجلتها. هنسمعها كمان شوية، بس خليني أسألك على حاجة مهمة راشد. نرجع شوية لبدايات كتابة الشلات والأغاني أصلا بالنسبة لك. كنت بنشوف حتى دلوقتي في مؤخرا في أغاني الراب دايما بيكون في قضية، لازم أنا أكون بحاول أحل قضية، بحاول أوصل رسالة، سواء غزل سواء حلو. عتاب. فأنت بتعتمد إيه في أغانيك والشلات اللي بتكتبها أو بتغنيها لشعراء آخرين، القضايا اللي بتستهويك أكتر؟
والله انا اكثر شيء عندي الحزن يعني. الحق يا عيني يا الله يبعدنا عن الحزين يا سبحان الله يا اخي. ليش حزين؟ ذوقي مشكلتي. فريح شوي يا اخي. ذوقي كان يعني ما ادري من يوم من الصغر يعني اي شله حزينه مثل عيض المنهالي يدي شله حزينه. هو على فكره صحيح يعني انت ذكرت عيض المنهالي هو قبل لا يصبح مغني هو كان هو راعي شلات. كان راعي شلات. وجلسات جلسات الشلات يعني. شوف كيف يا راشد احيانا بتلاحظ انه فنانين طلعوا على الساحه كانوا بالاساس نجوم شله. ايه نفس الشيء انا يعني ما غنيت تقريبا من سنه 2002 غنيت تقريبا سنه 2016. طب نسمع بقى في 2019 نسمع حاجه دلوقتي. 2019 بتكون اغنيه طبعا حق هذا الشاعر المزروعي. طبعا سامحوني اني ما احفظ يعني لازم اطلع القصيده. خذ راحتك خلاص اهم حاجه تغني لنا وننبسط. الله يخليك. ايوه بس ما تطولش قوي. دموع شويه يعني مش دموع شويه بس مش كثير يا راشد. لا لا ما كثير. ما بدنا نبكي ايهاب لانه والله تعرف ما مشاعره شويه زياده. مرت سنين ومر عمرنا كايد على محبك خص يوم الجمعة في يوم ياخذ دمعتي ويعايد واخذ حكي ودي تجي وتسمعه ودي اقول اني احبك وايد واموت ما اشوف بعيونك دمعه ودي اقول اني احبك وايد واموت ما اشوف بعيونك دمعه يلي غلا روحك علي سايد عليك روحي بالغلا من دفعه موقف جمالك بالمحاسن كايد راقي ولك روز ومقام ورفعه خسران واصلك والبعد ما فايد ودي بشربه من وصلك ونبعه. يعطيك العافية. هذه طبعا أغنية. هذه أغنية في طيب الحين لو جينا نفرق لحن الشلة عن لحن الأغنية يمكن نشوف أنه لحن الأغنية أسرع ولحن أسرع. الشلة أبطأ. أبطأ أكيد. وين قوة مؤدي الشلة؟ أحيانا ممكن نشوف واحد بيأدي الشلة لكن مش شاعر يمتلك الصوت والموهبة في الأداء. صحيح. وين تميز هذا المؤدي يعني بوجهة نظرك وين بيتميز؟ كيف تقدر تقول انه هذا الانسان 100% ولا غلطة عليه؟ اذا كان صوته مميز اذا كان يعرف يؤدي صح. في فنانين كثار او صح صح اصحاب شلات يشلون شلات بدون يعني شعر مش شعار يعني فيؤدون الشلة صح 100%. يعني هلا كنت عم تحكي انه بالعيد رفيقه كان كاتب شله حلوه وانت اخذتها وكملتها. ايوه حسب صوت الشخص. ايوه يعني ممكن يكون هو كاتب شيء ما يزبط على صوتك. اكيد سبحان الله بعد يعني اذا كانت القصيده تستاهل لحن اكبر من كذا او تستاهل ما يعني ما كانت القصيده حلوه يعني فما تستاهل اني انا اديها واني انا اوصلها للجمهور. قديش طولها بيكون تقريبا قصيده ولا بتكون مفتوحه؟ والله على حسب. في 6 ابيات في 12 بيت في 8 ابيات على راحته الشاعر يعني متى يختمها او متى يبديها يعني. فاهم شيء انه يختم القصيده راشد حتى تكون في 6 ابيات. نعم. سوري قطعتك بس انا عندي فضول اعرف انت بدات ازاي. انا والله سنه 2002 كنت في فرقه حربيه يويل فاسمع اشوف يعني احب إذا جاتني قصيدة أحبها تم أديها بروحي. فتح عين غمض عين طلعت نجم شلة. إيه يعني كنت نايم حلمت وصحيت. لا لا لا, لا بس يعني فكرت يعني أوه بتعجبني هذه الشلة أتم أديها أديها. فلما كنت في المدرسة أنا وأنا أدي شلات يقول لي واحد من الشباب ليش يا أخي ما تأدي شلات أنت صوتك طيب. قلت له وين أدي؟ قال حتى في الطابور راح تأدي يعني طابور المدرسة. نعم. في الإذاعة المدرسية راح تأدي شلات. قلت له خلاص اللي يصير. اصبحت يعني شليت كذا مكان بعدين صارت يعني احتفالات وطنيه احتفالات يعني برا
حتى اعراس وطنيه. انا يعني على قصه الاشياء الوطنيه ايهاب، مش بس الشلات الوطنيه، حتى الشلات اللي سمعناها مؤخرا في مسابقات مثل كانت نجم الشله. نجم الشله كنت يا وما شاء الله عليك. يعني اكيد بتعرف محمد البادي. أكيد. محمد البادي صوته عذب. محمد البادي جارنا عند بيتنا والله. يعني انا على فكره بسمع له، عنده دمعتين وعنده محمد البادي استاذ في هذا الفن. اكيد حافظ له شيء. طيب والله مو كثير، يعني شيء بسيط. طب سمعنا حاجة أنت على ذوقك. طيب أي شيء بس، لكن خليني أبكي الحين، أحب أبكي صراحة. تبكي شو رأيك؟ أحفظ بيتين حق محمد البادي. بيتين وانقل على شلة ثانية. يلا. هب النسيم ويا بريحان الأحباب، وترن حتى غصان قلبي بتطريب. يا هشيم الجسم من عقب ما جاب، من كثر ما تمرح عليه اللواهيب. بس احفظ له هذا يعني. طب انا على بالي تغني لنا اغنيه بقى كده لطيفه ظريفه جميله. أغنية على ذوقك انت، حتى لو ما كانتش ليك، حتى لو كانت لأي فنان تاني. لا هذه حق شاعر. و في شيء في للعيد كنت شليت عاملينها صح؟ والله ما كان في، بس كانت هذه الاغنيه فقط حق العيد يعني. في كانت فيها يومي عايد وما ادري كيف. خلينا نسمع اغنيه طيب من ادائك انت. شيء وطني ممكن، شيء وطني ما احفظ صراحه. طب حافظ من هنا اللي ما اعطينا شيء خلاص. طبعا قبل لا نختم بشلة او باغنيه، راشد نحن نتشكرك كثير وشرفت ونورت. صباح الخير يا والله العظيم. الشرف لي انا شفت هذه الوجوه الطيبه، والشرف لي في الشاشه. كل لك ذوق، كل الله يخليك. وان شاء الله نشوفك في لقاءات اخرى وفي محافل بإذن الله اخرى. بس اسمعني، طالبك بطلب. عيوني تم. عيوني تسلم. عيونك نبغيك بكل احساسك ومشاعرك. اليوم الحين نندمج معك في نهايه الحلقه. بدي يبكي بس يخلص. شوف هيك على شوفوا كده هنا عيوني. على الوعد يا زين ما يطاف، الوعد من سبعه ايام، صبح وعصر مر على البيت، مر علي كأنه نعام، والهم غنمت وتقهويت، هموم فوق هموم ووهام، هذا جزايا يوم حبيت، حطيت في كمال واحلام، ما جاد حظي ما تمنيت، واقول سعد الحظ قدام، تابعت خطوته ورديت، اشكي حسافه واشكي اندام، محتار يا اهل الود تميت، واللي شراتي كيف يلام، وانا على الموعد ولايت، اترقبك والشوق ما نام.